استقبل صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وسعادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب وسعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى. وقد حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على استعراض المشاريع والبرامج الحكومية في المحافظة الشمالية أمام أعضاء مجلس النواب ممثلي قرى ومدن الشمالية ووزراء الخدمات، حيث أكد سموه في هذا الصدد أن متطلبات أهالي القرى والمدن على رأس أولويات الحكومة وفي مقدمة اهتمامات سموه رعاه الله، لافتا سموه إلى أنه تم إطلاع الوزراء على كافة الاحتياجات الخدمية لقرى الشمالية وتم توجيههم بسرعة تنفيذها وتضمينها ضمن برامج عمل وزارتهم. وأكد سموه أن قرى ومدن الشمالية ستشهد تنفيذ مشروعات إسكانية وصحية وتعليمية وبنى تحتية توفر العيش الكريم الذي تنشده الحكومة لكافة أبناء المملكة. ولدى استقبال سموه لرئيسي مجلسي النواب الشورى وعددا من أعضاء مجلسي النواب الشورى، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن حضارية التعاطي النيابي مع برنامج عمل الحكومة والمصلحة الوطنية التي كانت تدير دفة الحوار والنقاش ومراجعة البرنامج من قبل النواب أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الجميع يتلاقون على هدف واحد وهو رفعة الوطن وازدهار شعبه. وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن سموه سيحرص دوما على أن تكون الأبواب الحكومية مفتوحة على مصراعيها أمام أي تعاون مع السلطة التشريعية، وأن ما ستحققه الحكومة للوطن والمواطن خلال الـ4 أعوام القادمة سيتجاوز ما هو مقرر في برنامجها، فالطموح نحو الأفضل للوطن والمواطن هو الذي يقود دوما البرامج والمبادرات الحكومية. وحث سموه على ضرورة تبني صيغ جديدة لتعاون حكومي برلماني أوثق لإصلاح ما أفسده الإرهاب في المجتمع على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. فمتى ما تلاقت الجهود سنحقق سويا الكثير من الإنجازات التي تعزز الأمن والاستقرار وترتقي بحياة المواطن وتحقق الأهداف المشتركة للسلطتين. لافتا سموه إلى أن الواقع المحلي والإقليمي والعالمي يجعل العمل على الارتقاء بعرى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أمرا حتميا للتعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية وتجاوزها. وقد أعرب رئيسا مجلسي النواب والشورى ونائبيهما عن بالغ الشكر لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه الدائم بتطوير آليات التعاون والتنسيق الحكومي البرلماني، معربين عن تقديرهم البالغ لتوجيهات سموه المستمرة للوزراء بالتعاون التام والمطلق مع أعضاء السلطة التشريعية لأنهم يمثلون صوت الشعب ويعبرون عن تطلعاته.